وباختيار ذكي والهمسن رادوي تياغو نيفيز والعديد من الأسماء التي مرت وها هي تقدم عملا كبيرا وتواصل التاريخ. ياسر القحطاني أحد أميز والكابتن في مباراة اليوم لأول بطولة بكابتنية ياسر القحطاني، وهو حدث كبير في مسيرة ياسر القحطاني بأن يكون في أول بطولة يكون فيها كابتن لفريق الهلال. موسم ماضي ولقب ماضي كان للهلال بحضور محمد الدعيع في كابتنية المباراة وأيضا في حمل الكأس الآن ياسر القحطاني، وهنا أحد نجوم اللقاء عبد الله الزوري أيضا محمد الشلهوب. وش تقول عن محمد الشلهوب يا عبد الله؟ أحمد، محمد الشلهوب اسم 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 كبير جدا في عالم كرة القدم السعودية، لكن قبل ذلك شوف الضحكة، شوف الابتسامة، شوف الـ الأمور، يعني سواء من كريستيان بلهمسة أو من صاحب السمو الملكي لم ولكي يصلوا لهذه اللحظة التي يسعى فيها.